ولد المسيح هاليلويا. بالليلة يلي فات الملاك جبرائيل على مريم مبشرة البشارة الحلوة، قال لها هالكلمات، قال لها السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك. فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الرب، فستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، فيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله له المجد. هيدي قصة صغيرة لعذراء بنت صبية حلوة تقية بتخاف الرب تحب الله. إجا قال لها الملاك الرب معك. الملاك إجا تقول لها أنه الله معك، الرب معك، وستحبلي. وطبعا صدقت الخبر، صدقت كلمة الرب، صدقت الخبر ويلي قاله الرب، لأن صدقت حبلت. بس أنا ما بعرف رجال كيف بدي أسألها، الروح القدس سورة حيحل عليك، وهي معجزة من عند الرب بدها تصير. بقى طبعا كانت مخطوبة، وخطيبة يوسف كان رجل عم يجرب يبني بيت، عم يجرب يعمر بيت، وكانوا مخطوبين يعني ما ممكن، ولكن بس شافها هيك عم تنصح، قال لها يا مريم شو القصة، بلشت تنصحي شوي انه مش عم تنصحي وعم تنصحي من هون، انه شو القصة؟ قلت له عندي خبرية لك، انه حابة خبرك ومش عارف كيف بدي خبرك. قال لها خير؟ قلت له انا منتظر. قال لها بتنتظري شو؟ قلت له انا منتظر مولود. نعم انت حبلة؟ قلت له ايه انا حبلة. كيف حبلتي؟ بالروح القدس. رجع لورا هيك يوسف واضطرب وخاف، قال لا يا مريم، لا يا مريم شو عم تعملي؟ وحزن، وطبعا بدك مين يصدقها انه كيف هيك الروح القدس معقول انه، وخاف واراد ان يطلقها سرا، الارادة تخليت سبيلها سرا. ليش بدي يطلقها لما صدقها؟ وطبعا بنت عايشه حياه مبسوطه مع خطيبها وعم بحضره لزواج، فجاه بتكتشف انه حالة انه هي بيكتشفها انه هي حامل بدها تولد طفل مخلص. بقى خاف الرجل ويئس، ولكن لانه كان يحبها وانه كان رجل صالح قال خلص بلا هالشغله خلينا نطلقها. قال لها ليكي خلينا نروح بكره عند المحامي ونبلش نعمل طرق الطلاق. زعلت مريم، يمكن راحت لعند نسبتها اليصابات، طلعت كمان اليصابات عجوزه ولكنها حامل، وقضت وقت عندها، ولكن الرب كان لازم يتدخل بحياة يوسف ويعمل عجيبة لحتى يردوا هالعلاقة لبعض، يرد هالعيلة لبعض، ومبلش العلاقة بلشت بمشاكل. وهن قبل ما تولد لحتى بعضهم مخطوبين أصحابه ليوسف، شو حبلي بالروح القدس بهيك؟ إنه شو بدي يقوله؟ شو يا يوسف؟ ولا تتجوزها؟ إنه حبلي إنه كيف؟ إنه الوضع كان محرج جدا بحكي الناس، بحكي الأصحاب، صار بده يخدها ويبعد فيها، وهي بعدت عن بيت أهلها وراحوا، وإجا كمان فوق هذا وكله ضريبة لازم يدفعوها، لازم يروحوا يتسجلوا، وضيعتوا ليوسف ببيت لحم، كان لازم يروحوا يسافروا يمشوا على الطريق، ما كانش في سيارات. بقى تخيل مرة حبلي قبل ما تولد على حمار ماشيين وراحين، وفوق هذا وكله كل التعب، المسافة أيام قطعوها سفر ليل، وما كان في اير كونديشن وسياره حمار يعني وسقع بالليل، وما كانوا يلاقوا مطرح يناموا، واجا المخاض وبلشت تتولد، وكلهم عم يتطلعوا ببعض، يمكن يوسف بعده مش مصدقها، اذا الله معنا ليش عم يصير معنا هيك؟ وصلوا اعطونا غرفه بالاوتيل، ما كانوا يلاقوا غرفه بالاوتيل، اعطونا نازل اعطونا غرفه، يدقوا من باب لباب ويقولوا ما عندنا مطرح، ما عندنا مطرح، وسكرت معهم من كل الميلات. واخر شيء له حق يوسف يفكر إذا كان الرب معنا فعلا وينه؟ ما خليني بدي ولد، وراحوا ولدوا على الطريق، لقوا زريبة حيوانات، الوحيد الحيوانات استقبلون، قالوا له عتفوتوا لهون، وكان روايح مش حلوة، وكان وضع صعب كتير، وكل الليل هن وعم بفتشوا على مطرح تولد، وما كانوا يلاقوا هالمكان تولد، وكل الليل عم بفتشوا على البركة وما كانوا يلاقوا هالبركة، ولكن ما كان في حكيم. إجا يوسف كان مضطر هو يقص الحبل السرة وما بيعرف هالشغلات، وكانوا بالخوف وبالقلق وبالتعب، ولكن فجأة بس ولدت مريم، حملت الطفل، لفته بأقمتها شراشيت
قماش، صار جيب قماش وتلفه وعطيته ليوسف. بهالوضع كله عم بيقولوا وين الرب؟ إذا كان الرب معي وين؟ قال الرب أنا بين إيديك. عمانوئيل الله معنا. مش معناتها إذا ما عنا مصاري، ومش معناتها إنه إذا ما عنا بيوت حلوة، مش معناتها إذا الدنيا خربانة إنه الله مش معنا. معناتها الله معنا. كان في يولد بالقصر ولكن اختار إنه يولد بأفقر مكان، تحت ليقلي ويقلك ويقولك الواحد عم يشاهدني إنه الرب معك. اسمه عمانوئيل الله معنا. بالليل وهن عم يفتشوا فيها على البركة وما عم بيلاقوها، كان في ملوك مجوس عم بيفتشوا عليهم، كانت البركة عم تفتش عليهم بينما هن كانوا ما عم بيلاقوا البركة، كانت البركة لحقتهم. وخبرك تاني نهار الصبح اجوا الملوك وركعوا وقدموا الذهب والبخور واللبان، والملوك ركعت له. خليني خبرك البركة عم تفتش عليك. إذا شاعر حالك وحيد تعبان الرب تركك، عم تقول وين الرب؟ الرب بين إيديك، الرب قريب لك، والملوك رح يركعوا لك والبركة حتجي على بيتك بهالأعياد. ميلاد سعيد باسم يسوع المسيح. آمين.